السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كتير لبس عليكم بخير هنين، كراكم مزيانين. نتمنى لكم قاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الساندويتش اللي سهل وبسيط وكيوجد في اسرع وقت، كيوجد بسرعة. نتمنى انه يعجبكم. هاد الساندويتش هذا تحت طلب بعض الاخوات في الانستغرام، واحد الاخت هنا في الفيسبوك طلبت مني ساندويتش ديال الدار اللي سهل وبسيط، فانا لبيت الطلب. نتمنى انه يعجبكم الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع خوتكم، صحابكم، مع كاع الناس اللي كتعرفوا، ووصلوا هذا الفيديو اكبر عدد من لي لايك ديالكم زوينين. المهم كيف كتشوفوا هنايا، نبدا معكم الطريقه والمقادير ديال هذا الساندويتش. خديت هنا جوج حبات ديال البطاطا. المهم نتوما الكميه على حسب الكميه ديال الساندويتش شحال بغيتو من ساندويتش، وعلى حسب اعداد ديال الافراد ديالكم. كي قلت لكم اخواتي خديت جوج حبات ديال البطاطا. كيف شفتوا معايا وضعتهم في واحد الكاسرون وضعت ليهم الماء وخليتهم كينسلقوا مع واحد الرشيشه ديال الملح بطبيعه الحال. صافي خليتهم حتى نسلقوا، ومن بعد ما نسلقوا طابوا كيف شفتوا معايا، صافي خليتهم حتى كيبردوا تماما، حتى كتبرد لي يعني هاد البطاطا. من بعد ما بردت كيف كتشوفوا معي في الفيديو دوست كنقشرها يعني مباشره. غادي نحيد لها داك القشيره. انتوما بالنسبه للبطاطا كيف كنعرفوها راه في الساعه كتنسلق، ما كتاخذش وقت طويل، راه في الساعه كطيب. صافي هنايا من بعد ما قشرتها قطعتها مربعات صغار. بعد ما قطعتها وضعتها في واحد الطبسيل وضعت عليها تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكذلك غنزيد رشيشه ديال الملح. مهم ما تنساوش الملح على حساب سالقينها بالملح، داكشي علاش درت غير رشيشه قليله على حساب ديجا يعني دايره الملح فيها. صافي غادي نحرك مزيان بواحد الملعقه حتى تقاس لي كلها بداك الزيت وبداك الملح اللي درت لها. صافي غادي ندوز معكم هنا كيف كتشوفوا. غادي نحتاج جوج ديال الباكيطات او جوج ديال الكوميرات. الباكيت اللي كنعرفو واللي كنجيبوه الصباح كنفطرو به، كي قلت لكم جبت انا جوج ديال الباكيطات. شنو غادي نحتاجو فيه؟ غادي نحتاجو فيه الذره المعلبه او مايز اللي سبق لي وشاركتها معكم. المهم اللي ما شافش الفيديو غادي نخليه لكم في التعليق مثبت او غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. غادي نحتاج كذلك واحد العلبه ديال الطون ديال المطيشه، يمكن لكم تستعملوا اي طون بغيتو ديال الزيت ولا اي طون بغيتو. كذلك عندي هنا حبه كبيره ديال الطماطم اللي قطعتها بهذه الطريقه، ما قشرتهاش بالقشور ديالها. كذلك عندي واحد الحبه ديال البصل اللي مقطعها دوائر، وهذه البطاطا ديالي اللي درت فيها الملحه وزيت الزيتون. وكذلك عندي هنا ثلاثة ديال الجزر او خيزو اللي حكيتهم بالطريقة هذه. وهنا بالنسبة للصوص درت فقط طاس صغير ديال المطيشة ديال الحك، زدت معاه صلصة يعني هذيك ديال الحر، وكذلك شوية ديال الكيتشوب ومعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون. صافي وطحنتهم مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا فكتجي بنينة بنينة بزاف هاد الصلصة هذه، وكيف كنعرفوا يعني كتوجد في الساع. صافي هنايا من بعد ما وريتكم المقادير فغادي ندوز معكم الطريقه. بسم الله، اول حاجه غادي ناخذ داك الباكيطه او داك الكوميره وغادي نحلها هكا من الوص من الطرف حتى للطرف. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نحلها مزيان، وغادي نحيد داك اللبابه اللي زايده فيها من الداخل. المهم هاد اللبابه هذه اللي كتكون زايده نحيدوها. هانتوما كيف كتشوفوا صافي غادي نشد الباكيطة ديالي، واول حاجة غادي ندير فيها الصلصة اللي كيف قلت لكم اللي سبقني وذكرت معاكم. كي قلت لكم درت طاس صغير ديال مطيشة، واحد المعلقة تقريبا صغيرة ديال الصلصة الحرة، وكذلك معلقة صغيرة ديال الكيتشوب. صافي حركتهم مزيان ودرت فيهم كذلك معلقة كبيرة عفوا ديال زيت الزيتون، حركتهم مزيان. وهذه هي الصلصة ديالي. هانتوما كندهنو مزيان الباكيطة ديالنا. صافي غادي نبدي بأول حاجة غادي ندير فيها الجزر. المهم غادي ندير واحد الكمية اللي زوينة من الجزر بهاد الطريقة كيف شتو. المهم كيف شتو معايا المقادير راهم ساهلين بزاف وبساطين، وكنظن أي وحدة كنلقاو عندها هاد المقادير في المنزل. فكنتمنى هاد السندويتش يعجبكم. كي قلت لكم نتمنى أنكم توصلوه
اكبر عدد من لي لايك ولي بارطاج كذلك. صافي من بعد ما وضعت الجزر كيف كتشوفوا معي او خيزو، غادي نجيب داك الدوائر ديال البصل، يمكن لكم تقطعوها طريفات صغار، انا درتها دوائر بهذا الشكل هذا. وكيشتو معايا غادي نديرها كلها، مهم الباقيطه الثانيه ما غاديش ندير فيها على حساب وليداتي، ما كيعجبهمش يعني البصله في الاكل، يعني ما كيتعجبهمش هكا خضره، داكشي علاش درتها كلها، والباقيطه اللي تبقات ما غاديش ندير فيها. صافي من بعد ما وضعت البصله كيف شفتوا معايا خواتي، غادي نجيب دابا البطاطا اللي سبق لي سلقت كي قلت لكم اللي حضرت معاكم، وغادي ندير كذلك حتى هي واحد الكميه اللي معقوله ديال البطاطا. المهم كي شفتوا معايا هاد المقادير راني يعني درتهم في جوج باقيطات، بالنسبه للبطاطا الطون كلشي قسمتهم على جوج باقيطات. كيف كنعرفوا الساندويتش خصو يتعمر مزيان، ضروري يجي عامر باش كيجي زوين. صافي من بعد ما وضعت البطاطا غادي ندوز ندير طريفات ديال المطيشه اللي مقطعاهم بهذا الشكل، المهم طريفات بحال هكا غادي نوزعهم الفوق. وغادي ندير طون ديال المطيشه، كي قلت لكم استعملوا اي طون بغيتو اللي كتحبوا. صافي غادي نهادكو بحال هكا وغادي ندوزو من الفوق، المهم شويه شويه كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه كنوزعو باش الساندويتش ديالي يعني كله يتقاس بالطون. يمكن لكم فعود الطون تعوضوه بالكاشير، يمكن لكم تعوضوه باش ما بغيتو، ولا يمكن لكم تستغناو عليه. المهم ساندويتش ساهل وبسيط واللي كان عندكم في الدار ديروه. صافي من بعد ما وضعت الطون غادي نوضع داك الذرة، عفوا كي قلت لكم اللي سبق لي وحضرتها معكم كتجي رائعه رائعه، كتجي بحال اللي كناخذوها من برا. كي قلت لكم اللي ما شافش الفيديو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. صافي من بعد ما وضعت الذره غادي نجيب كذلك الصلصه وغادي ندير هكا شويه من الفوق، بهذه الطريقه غادي نوزعها حتى هي. وها الساندويتش ديالي واجد، انتما كيف كتشوفوا كيجي عامر بنين بنين بزاف صراحه. صافي هذا هو الثاني بعد ما عمرته بنفس الطريقه كي قلت لكم، فقط البصله اللي ما درتش فيه على حساب وليداتي. صافي من بعد ما عمرته غادي ندوز نقطعو في النصف يعني القطاعتين، انتما كيف كيجي من الداخل، كيجي بنين بنين بزاف صراحه، كيجي رائع. واهم حاجه فهاد الساندويتش انه سهل بسيط وما كياخذش منه واحد الوقت اللي طويل. يمكن لكم يعني تصيفطوه لوليداتكم بالنسبه للغدا ليكم بطبيعه الحال الا كنتو خدامين. فكيف كتشوفوا معي ساندويتش سهل وبسيط اي واحد يقدر يديرو. بالنسبه للمقادير اللي فيه تقريبا كل شيء كيكون متوفر عندنا، يعني البطاطا الجزر مطيشه، يعني تقريبا كل شيء كيكون عندنا في المنزل. هانتوما كيف كتشوفوا اخواتي بعد ما عمرتو وقطعتو كيف كيجي، كيجي رائع. نتمنى انه يعجبكم، يعجبكم الفيديو ديال اليوم. كي قلت لكم ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، تعليقكم الزوينه كيف ديما، كذلك اللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها، واللي كيزور قناتي لاول مره فكنتمنىكم انكم تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد كنلوحو. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كي قلت لكم نتمنى الساندويتش ينال الاعجاب ديالكم. المهم الساندويتش اللي طلبتوه مني سهل وبسيط وكيوجد في سرعه، يعني في واحد الوقت اللي قليل قليل بزاف. فما تنساوش يعجبكم فيديو كي قلت لكم، كثروا لي من لايك ديالكم ولي بارطاج مع الاهل والاصدقاء والاحباب مع كاع الناس اللي كتعرفوا. المهم اخواتي نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. دابا غنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف العادة ان شاء الله. السلام عليكم.